قبل لحظة جال في فكري أو جالت في فكري هذه الفكرة، وهي أنني كنت أدعي أنني قربت من الإمام، ولكني التفت إلى أن الأخوين كانا يناجيان الإمام، والمناجي هو أقرب من المادح أو الواصف. الواصف قد يصف القريب والبعيد، ولكن المناجي هو أقرب. فداهمني هذا الشعور أنهما أقرب مني، ولكنني وقعت عيني على هذه المقطوعة التي هي أيضا فيها مناجات، والحمد لله الذي رزقنا هذا. فأقول له: مولاي، يا من به كل الوجود تعطرا، يا من به كل الوجود تعطرا، ونسيمه ما بين أضلاعي سرى، لولا حكايتك الجليلة قد جرت، ما كان في ذا الكون من شيء يرى، لولا حكايتك الجليلة قد جرت، ما كان في ذا الكون من شيء يرى. من قبل آدم والعوالم لم تكن، ما كان شيء في الوجود مقدرا، فأضاء نورك بعد نور محمد وعلي والزهراء، ممتد السرى حتى استوى خط الحكاية محكما. يا ميم، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، أولها باء وآخرها ميم. يا حتى استوى خط الحكاية محكما، علي عليه السلام ويقول: وأنا نقطة بائها. حتى استوى خط الحكاية محكما، يا ميم، بسم الله في اللوح برا، فعلي نقطة بائها، ومحمد المهدي في ميم الرحيم تسطرا. أحسنت. مررت بأشعاري على الشاطئ الأسمى، مررت بأشعاري على الشاطئ الأسمى، رأيت به بابا ونافذة شما، تطل على درب، تطل على درب يسير لغاية، تثير النهى فكرا، وتستنهض العزم، وتستنطق الأفهام والهمم التي أناخ بها الإعياء عن ذلك المرمى، وتحمل للإنسان أحلامه التي بما قدمت كفاه قد أصبحت ظلما. فهل آن للإنسان أن يقدح الكرى، فهل آن للإنسان أن يقدح الكرى، وهل آن للإنسان أن يفطم الحلم، ليلقى أمانيه بطلعة واحد هو القائم المهدي والحجة العظمى. محمد، لا صلي ثانية على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا فض فوك.